جاسب كريس الطر ابيات المثايل والعبر كتمي فرايتها تسابق دقها وجلالها يا مرحبا في الحله اللي تنتظركم من عصر حلت فيني عمي على الطلات مطيب فالها العزوه اللي في المواقف روسهم تقدح سطر لا دقه تطبل المعارك ما نصدق افعالها تنك عذاب السيوف اللي تفج بالنحر ارماحهم تقضي على الفتنه ومن يسعى لها طبعي هذا الناموس في الموعد لي ادق الخطر جد الرجال حقوقها والخيل من خيالها مبروك يا عيد وعسى الله يسعدك طول العمر جعل السعاده والفرح تغني عليك ظلالها اقولها وانت تمون وسمي وامرني امر ما للحمول الكايدات الا ظهور اجمالها شاعر وجيب الدر والياقوت من عمق البحر واليا عصتني واحدة خمسين جات بدالها واختامها صلوا على المرسل نذير للبشر يا من رسالة نورها دي ما نريد بدالها هو جاسف كريس الطر ابيات المثايل والعبر كتني فرايتها تسابق دقها وجلالها يا مرحبا في الحلة اللي تنتظركم من عصر حلت فيني عمي على الطلات مطيب فالها العزوه اللي في المواقف روسهم تقلح سطر لا دقه تطبل المعارك ما نصدق افعالها تنك عذاب السيوف اللي تفج بالنحر ارماحهم تقضي على الفتنه ومن يسعى لها طبعي هذا الناموس في الموعد لي ادق الخطر جد الرجال حقوقها والخيل من خيالها مبروك يا عيد وعسى الله يسعدك طول العمر جل السعاده والفرح تضفي عليك ظلالها اقولها وانت تمون وسمي وامرني امر ما للحمول الكايدات الا ظهور جمالها شاعر وجيب الدر والياقوت من عمق البحر واليا عصتني واحده خمسين جات بدالها واختامها صلوا على المرسل نذير للبشر جاب الرساله نورها دي